دخلنا مزيان في المقابله، درنا واحد لونطام دو ماتش اللي كان مزيان. كنا عارفين اننا كاينين بعض النقط الهفوات ديال الخصم، استغنينا لهم من ضربه ثابته، ضربه ركنيه. من بعد لو روغري اللي كان في هذه المقابله هو اننا ما بقيناش كندافعوا بديك الشراسه اللي بدينا فيها في بدايه المقابله، خلينا واحد شويه ديال المساحات للفريق ديال 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 الخصم، لانهم جاهم فرص اكثر من احنا في الشوط الاول. خرجنا باصابه واحده لصفر، جاتنا محاوله باش نقتلوا المقابله عن طريق اللاعب سيمو، مالوغوزمون ما ماركيناهمش. نقطه التحول ديال المقابله كنظن الورقه الحمراء. بهذه المناسبه انا ما عمرني هضرت على تحكيم هادو اخطاء اللي كتكون كنظن وارده في المقابله، مي كانت هي نقطه التحول، لان الورقه الحمراء كانت شويه قاسيه بالنسبه لنا واللي بعثرت الاوراق ديالنا. من بعد تسجيل الاصابه لعبنا بواحد الخطه ديال 4-4-1، كنا متمركزين بشكل جيد، حاولنا ان نلعبوا على المرتدات. الخصم لعب الاوراق ديالو الهجوميه كامله، لان لعب بثلاثه ديال لي زاتاكون. جات كنظن واحد التمريره من جنب، وعدم الماركاج، ما كانش واحد الحراسه قريبه من اللاعب خافي اللي تمكن انه يسجل الاصابه الثانيه في اخر المقابله. السيناريو غير منتظر، يعني الشباك ديالنا استقبلت هدف جد مبكر، لكن بقينا وافيين، بقينا بنفس الاصرار، بنفس الرغبه، بنفس الانضباط، بنفس التركيز. فوالا الشوط الاول اظن بانه خلقنا 6 الفرص السانحه للتسجيل، ما تعاملناش معها بالشكل اللائق، الرياح كذلك قويه جدا، ما ساعدتناش. الناس فاش يقدروا ما با فيغ لا غومارك، مي عانينا كثير، الخصم كذلك. 3 بوان ميريتي، زعما فوز مستحق. الخصم كان شرس، كنا تنعرفوهم بانهم في 4 مقابلات السابقه ديالهم ما انهزموش، تنعرفوا كذلك بانهم داروا 2 ماتش نول كونتر 2 غرو كاليبر ديال الشامبيون اللي هما بركان والرجاء. عندهم واحد الخصوصيه بانهم عندهم واحد الليونه تكتيكيه كبيره، ولا مره في 4 الماتشات السابقه لعبوا بنفس السيستم دو جو. اظن بانه الغيابات ديال بديع اوكو بن طيبي اربكوا حساباتهم، لكن تركيبه بشريه متوازنه ولاعبين مكونين. والدليل ميما 10 وقفوا معنا الند للند، ما حسيناش بان جوي، ما كانش عندنا زعما لاعب، ما كانش عندنا زياده عدديه، لكن اللي تيهم هو العبره بالخواتيم. الشوط الثاني كان مغاير، ماركينا بالاغيتي، مي لو دوزيام بوت سيتي بيل اكسيون، زعما خروج الكره وخلقنا زياده عدديه في الاطراف والارتقاء كذلك، ان بو بوت. فخور باللاعبين بما يقدمونه، الخطاب ديالنا تيوصل، تنشتغلوا بشكل كثير وبشكل جدي، والشده والحموله ديال التدريب حتى كتكون مرتفعه، لقاش جو كومون سونترين فوالا. والمجموعه هو لا فورس ديال طنجه، دابا هو المجموعه، ما عندناش نجوم، لكن عندنا لاعبين دو بون فامي وعندهم حس المسؤوليه مرتفع. سقف 20 نقطة تجاوزناه، وهذا في حد ذاته كميني اوبجيكتيف في 5 المقابلات الأولى تحقق. 10 النقاط من أصل 15 اللي كانت متاحة، حصيلة رقمية يعني جد جد محترمة. بالنسبة للجزء الأول من السؤال، اكيد بانه حنا تنشتغلوا يعني على انهاء الهجمه، يعني طول طون تنديروا ترافاي سبيسيفيك، طول طون ترافاي سيكتوريال انتر سيكتوريال، لا كونيكسيون بين الميليو و لي زاتاكون، باسكو غالبا ما تلوموا اللاعب المهاجمين في انهاء الهجمه، لكن غالبا ما توصلهمش الكره في وضعيه مريحه. بزاف ديال الامور سي با ايفيدون، زعما منين تنشيطنا الهجومي في تحسن مستمر، وهذا ما يهمني.
لكن تنشطنا الدفاعي كذلك فوالا سي كاين تطور تطور هذا هو ما يهمني هو بروغريس يعني شاك ماتش تيبانو مكتسبات جدد المهم هو نحافظوا على هذه المكتسبات فوالا وي تصنت سمعت النصيحه ديالك فوالا وي الراس صغير حنا اي نصيحه واي انتقاد مرحبا به خاصه من تيجي من ناس اعلاميين السلطه الرابعه انتم مكون من المكون المشهد الكروي المغربي مرحبا بكم جميعا. الجزء الثاني الجماهير ديالنا اظن بانه كانت اكيد يعني مساله بديهيه العام الماضي كانت عندنا جوج نقاط تتفرجوا فينا 40,000 كان واحد الضغط رهيب لكن اون ميم طون تنحسوا بالدفء في المدرجات اكيد بان الانصار ديالنا كما ذكرتها يعني من كوكب اخر طريقة ديال التشجيع ديالهم استثنائية وبدون انقطاع بون حنا ما غاديش نجدوا الطلب ديالنا شاك فوا كاينه إدارة كاين مسؤولين على الفريق كاين ناس كاين إعلاميين كاين برامج تلفزية وإذاعية أثارت هذا هذه النقطة يعني مرات عديدة ونتمناو يكونوا حلول لأنه طنجة الفريق الوحيد اللي تيلعب يعني محروم من الجماهير ديالو أكيد هناك إكراهات لكن اللي هي توجور اون سوليسيون زعما ديما كاين الحل يفكروا شويه يلقاونا الحل غادي يلقاو الحل باذن الله.